بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البيم بوزيشن بلان مثال عمل. تمام، طيب خلينا نتكلم ايه هو البيم بوزيشن بلان. هو خطه تنفيذ المشروع بنكتبها في اول خالص، بحيث ان احنا لما نختلف في حاجه نرجع لها. واحنا مثلا في اثناء التسليمه فوجئنا ان حد مثلا بيقول حاجه والتاني بيقول حاجه ثانيه، خلاص نرجع للبيم بوزيشن بلان. لذلك بيكون فيها نوع من التفصيل، هي بيبقى كتب مرتين، مرة قبل العقد، قبل ما يتمدى العقد بنكتب والله احنا بنفكر في كذا 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 كذا. اتمضى العقد بنبدأ بقى ندخل في التفاصيل، والشيطان بيكمن في التفاصيل. امتى ما يكمنش في التفاصيل؟ لو احنا موضحين كل حاجة من الاول، اللي اوله شرط اخره نور ان شاء الله. تمام، فعلى سبيل المثال هنكتب ان احنا الهدف من البيمكسيشن بلان دوت الفيزواليزيشن الكونستراكشن دوكومنتيشن سيلتي كوردينيشن اند تيشتر فابريكيشن. تمام، لو احنا اثناء المشروع مثلا احنا اتفقنا مع شركه انها تعمل لنا موديل، في اخر المشروع لقيناها بتدينا موديل 3D ومش مديني لنا لوح. ليه؟ قالت لا انا متفق على الموديل، مش متفق ان انا اديك لوح. ما مفهوم ان انا ما دمت عايز موديل يبقى عايز لوح عشان اسلمها، انا ما عنديش تيم يقدر يتعامل مع ريفت. يقول لك لا ده انا عايز فلوس تاني اكتر من الفلوس الاولانيه، فتحصل مشاكل. لذلك لازم توضح انت هتعمل ايه. تمام، والله انا هعمل لحد الليفل مثلا 300 350 400، فحسب ما احنا متفقين هنتكلم. انا هسلمك اللوح كاد فيها التفاصيل كلها، لا ده انا هسلمك 3D وانت اتصرف. انا هسلمك 3D من غير اي كوردينيشن، لا هسلم طبعا مفيش حاجه اسمها من غير اي كوردينيشن، يبقى كل شغل هسلمه لك بكوردينيشن. هسلمه لك بس فيها بعض العناصر هتبقى 2D عشان ما تتفاجئش في اخر المشروع، ده انا قايل لك هو من الاول. تمام، طيب اول حاجه بتكتب ايه؟ اسم المشروع، بروجكت، اسم مالك المشروع، اسم المشروع، المشروع ده موجود فين، وصف المشروع هيبقى عباره عن ايه، البروجكت ديوريشن الفتره بتاعه المشروع هتبقى قد ايه. تمام، احنا مثلا اتفقنا على سنه وخلاص عملنا كل حاجه وعلى 10 سنين، فلازم نبقى متفقين على الفتره نفسها. تمام، مين افراد المشروع؟ تمام، كل قسم موجود، اسم الشركه بتاعته، اسم الشخص اللي في الشركه دي اللي انا هتواصل معاه. انا مش هتواصل مع التيم كله، انا هتواصل مع المسؤول عن التواصل، قد يكون هو السينيور او قائد المجموعه او يكون فرد من المجموعه مكلف بالتواصل معاه، ده التليفون بتاعه. الديزاين مايلستون هنحدد بقى كل مرحله من المراحل هتبدا امتى وتنتهي امتى، تبدا امتى وتنتهي امتى. تمام، ما ينفعش اقول للام اي بي ابدا ولسه المعماري ما جهزش، فانا اقول للمعماري امتى تقدر تعمل النسخه ستيبل، اقدر ابدا منها، اعمل لي نسخه ركز لي فيها على الحوائط والسيلينج والفلور والروف عشان الكهرباء كان كده يبدا الشغل. فيقول لي خلاص هسلم لك بعد شهر وبعد كده هبدا اعمل بقيه التفاصيل الثانيه بعد كده. تمام، طيب الاستخدامات، انا هعمل لك فيزواليزيشن، هطلع لك صور 3D حلوه، واطلع لك شويه صور كده جميله تقدر تبيع بيها المشروع. مثلا الكلاشات، هيبقى الكلاشات هتتعمل كل قد ايه والمطلوب منها وهتعمل بايه وايه وكل التفاصيل المفروضه بحيث ان ما يحصلش كلاشات بعد كده. الفابريكيشن هيتعمل ازاي وانا مستوى هيوصل ليه. ذا موديل يوز اند ريكويرمنت، تمام، الاستخدام بتاعه هيبقى ايه، اللي مطلوب منه مثلا الفيزواليزيشن الاركتكشر الام اي بي، كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده في البعاد. الليفل اوف ديتيل، تمام، يبقى انا عندي كده مرحله conceptual، المرحلة مثلا كل مرحلة من دول دي 100 200 300 400 500. الشوب درونج مثلا خلاص ده اللي هو ال 400. الاسبلت ده اللي هو خلاص بتأكد ان هو اتعمل، وكان زمان بيتعمل بناخد المتر ونقعد نقيس، دلوقتي خلاص بقى بالليزر سكيل. فبنبدأ بقى نحدد كل عنصر من عناصر الموديل دوت هيبقى في كل مرحلة هيوصل له اللي هو دي كام. يعني مثلا اسلمك في مرحله سكيماتيك هسلمك ال او دي 100، هندخل في مرحله ديتيل هسلمك اكتر، كل مرحله هسلمك ال او دي اعلى. تمام، ممكن في بعض العناصر انا هسلمك يا عم في اول مرحله هسلمك ال او دي 300، فلازم يبقى موجوده في العقد معروف انا هسلم ايه في اي مرحله، بحيث ما اجيش اسلم ففجاه ان هو طالب مني حاجه تانية غير اللي احنا عاملين حسابنا عليه. فلازم ده بيبقى موضح في العقد هو بالتفصيل، كل عنصر اكسر في التسليم ديت هيبقى له دي 100، هيبقى له دي 200 300 400. ممكن تقول له انا اخر تسليم عندي هسلمها لك 100، العنصر ده بالذات ما مش شايف ان هو هينفع يتحط فيه تفاصيل كتير. يعني ممكن تقول له مثلا السبورتات بتاعه الضغطات مثلا انا عندي في المشروع دوت هعملها كله 2D، انا لو عايزها 3D هتاخد تكلفني وقت وهتكلفك اكتر.
فهو لو هو موافق حسب الاتفاق اللي بيتعمل في البيم اكستنشن بلان ده اللي هنمشي معاه لحد اخر المشروع. الريكويرمنت بتاعت المشروع، البروجكت فين نقطة الزيرو، الارتفاع قد ايه، البروجكت لوكيشن، ممكن نتفق ان احنا مثلا هتسلم لي المشروع هو كذا مبنى، كل مبنى هيسلم لوحده، تمام، كل مبنى يبقى في ملف منفصل. البايب هيبقى نوعها ايه، وهتحط لي فيها العزل، وهتحط لي فيها الماتيريال، وهتحط لي فيها الاكسس بانل والفالفات والاكيوبمنت. الفاير بروتكشن هيبقى مثلا السبرينكلر، هنتفق مثلا ان هو هتحط لي البرانشات، هتحط تكتب لي عليها السايز، هتحط لي التفاصيل بتاعت المكن، كل حاجة بتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي ممكن يحصل فيها خلاف وتتفق من اولها، يا لا، تمام. السوفت وير، انا هستخدم سوفت وير كذا، ريفت كذا، الفيرجن كذا، نبدأ نتفق على موضوع السوفت وير. طريقة التسمية، تمام، تبدأ تسمي مثلا، انا هسمي الملف بتاعي كده، اول حاجة هكتب ال AR مثلا، ده النوع بتاعه، الليفل، ليفل واحد، ليفل اتنين، ليفل تلاتة، عايز لما اشوف اللوحة من بره اعرف ده عبارة عن معماري الدور الأول، اشتغلنا مثلا سنة كذا في الأسبوع كذا، عايز اللوحة تبقى كده، تمام. لازم يبقى في طريقة تسمية أشوفها من بره أعرف دي لوحة إيه، ما يبقاش من التسمية واحد اتنين تلاتة، البيزمنت زيرو زيرو، الجراوند زيرو واحد، اللي بعديه زيرو اتنين، طب أنا كده مش هعرف، أنا عايز واحد من بره المشروع أول ما يجي يلاقي كلمة جي آر موجودة في اسم اللوحة من بره فأعرف إن دي الجراوند، يفتحها على طول، تمام. على سبيل المثال اتش بي، اتش بي دي اللي هي إيه، اشباك بايبنج، تمام. ال 01 يبقى ده الدور الاول، ده اشتغلنا فيه مثلا سنة 2013 الاسبوع العاشر. الكوردينيشن كل فين وفين هنعمله، العمليه هتبقى عامله ازاي، كل التفاصيل كلها هتبقى موجوده في البيم اكسكيوشن بلان.